السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear parents, dear grade 6 students, hello again. أعزائي أولياء الأمور، أعزائي طلاب الصف السادس، مرحبا بكم مرة ثانية. في المرة السابقة I talked about how to deal with the exam paper. تحدثت عن كيفية التعامل مع ورقة الاختبار، اختبار اللغة الإنجليزية للصف السادس، وأخذنا مثال هذا الاختبار الموك اكزام، الاختبار التدريبي لهذا العام. And we talked about تحدثنا عن how to deal with the cover page صفحة الغلاف and the first part of the exam والقسم الأول من الاختبار قسم المتعلم بالإنصات. الآن I will talk about the second part، سأتحدث عن القسم الثاني grammar and vocabulary part اللي هو الذي يتعلق بقواعد اللغة والمفردات. Let's look at the questions. دعونا ننظر إلى الأسئلة. If you look here, you will find grammar, vocabulary, one. السؤال الأول. Items, العناصر من one to five. واحد إلى خمس. Two and a half marks. عندي درجتان ونصف لهذا السؤال. يعني one, two, three, four, five. عندي five pictures. خمس صور. كل صورة عليها نصف درجة. خلونا نقرأ السؤال. Match the pictures with the words. صل الكلمات بالصور. ولا يصح التوصيل عن طريق الكلمة بالصورة مستخدما البنسل، لا. For each picture، لكل صورة، shade in the box under the correct option. مطلوب منك تضليل الفقاعة تحت الكلمة التي تناسب الصورة. خلونا نشوف السؤال وركز معي أكثر. I have here 1, 2, 3, 4, 5, 5 pictures، خمس صور. And 1 2 3 4 5 6 7 8 words وثمان كلمات. عند حل هذا السؤال بعد الانتهاء هيكون عندك ثلاث كلمات لن تختار، يعني ثلاث أعمدة ما مضلل فيهم أي إجابة. خلونا نشوف الكلمات. أولا واحد عند الإجابة على السؤال، انظر إلى الصور جيدا، تابع الصور، ثم تذكر، حاول أن تتذكر الكلمات التي درست، كلها من الكلمات التي درستها. راجع الكلمات مرة ثانية، حاول تتذكر الكلمات، الكلمة موجودة، أنت ما مطالب بالكتابة، يعني هذا ما سبيلينج، لا، فقط تذكر، okay, try to give the word. Here، هذه الكلمة، هذا بوصلة، سلم، هذا الهامر، هذا المجرفة. خلونا نقرأ الكلمات ونتذكر. A compass، compass. A torch. A spade, a mirror, a tent, a ladder, a knife, a hammer. في هذه الكلمات حاول في البداية تتذكر الكلمات التي لن تختارها. Yes, mirror, مرآة. ما عندي مرآة، ما أختار. Okay. بعض الطلاب يضع بالقلم عليها علامة أنه لن يختارها. لا، خلي الكلمة. ثم عندي كلمة knife. Yes, أتذكرها، سكين، ما أختار. وكلمة tent، خيمة، ما هختارهم. يعني إذا I choose the five words. تعال اقرأ، لأن هذا السؤال لن يقرأ لك، لن يساعدك أحد. اقرأ ثم قم بالاختيار. أثناء التضليل استخدم your pencil، القلم البنسل. هذا كمبس، بوصلة. yes. صورة رقم واحد، هذه البوصلة. الصورة الثانية، شوف تحت الكلمة، روح 1 2. وهذه الطريقة الأولى في طريقة الحل، إني أبدأ بقراءة الكلمات وأختار الصورة اللي تناسبها، أو العكس، آخذ الصورة بالرقم، وقف عند الأرقام، وأختار الكلمة التي تناسبها. كلا الطريقتين صحيحتين، وهبدأ أنا الآن بالحل بالطريقتين. نمبر 2، a torch. So number 1 is a torch. 1، عند 1 اخترت torch. Yes. Number 3، هذا ladder. Ladder، سلم، روح للادر. Yes. Ladder، أخذت ladder وظللت number 3 عند ladder. 1 2 3. 4، it's a hammer. هذا معروف، hammer، hammer عند 4. عد 1 2 3 4. Yes, the last one. This is a spade. طيب أنا ما أعرف معنى الكلمة. أنا خلاص اتفقت معك إن في ثلاث كلمات ما هاخذهم إلا تتبقى أصبحت هي، لكن المجرفة spade، spade، spade. Yes, it's number 5. 1 2 3 4 5. الآن خلصت إجابتك، ارجع راجع سؤالك.
عند كل رقم في رقم واحد ما اختار الا اجابه واحده، في رقم اثنين ما اخترت غير اجابه واحده، ثلاثه ما اخترت غير اجابه واحده. نمبر 4 again one answer، 5 one answer، ثم كل عمود 1 1 1، وهنا ما عندي اجابه، ما عندي اجابه 1، ما عندي اجابه 1، يعني الان اصبحت الاجابات صحيحه. 5 اجابات وثلاث فراغات. هذه كانت طريقه من طرق الاجابه، واعتقد في كل الاحوال الاجابات ستصل لاجابه واحده. خلوني اشوف المره الثانيه اني هقرا الكلمات وابدا اختار ما يناسب. خلونا نشوف. 1 a canvas، يس هذه نمبر 2، عد 1 2 يس، خلونا نجيب التفضيل هذه 1 2. بعد نمبر 2 a torch it's 1 1. Then I will read the words. A spade مقرفة it's 5. طب لو ما متذكرها خليها للنهاية it's 5. 1 2 3 4 5. Yes. A mirror ما عندي مرور، ما تظلل ولا تسوي علامة ولا شيء. I want to. A tent ما عندي tent. A ladder سلم. Yes number 3 it's سلم. 1 2 3. A knife سكين ما عندي. A hammer number 4 1 2 3 4. وعيد راجع اسئلتك مره ثانيه. An H رو في كل صف ما عندي غير اجابه في والخمس خلاص. في كل عمود في ثلاثه ما في اجابات وكل عمود في اجابه واحده. By this you get the right answers. باذن الله ستصل الاجابات الصحيحه. وتاكد ان التظليل بالبنسل. Don't use the pen. لا تستخدم القلم الحبر. استخدم فقط البنسل لان المزيل is not okay to use that. غير مسموح لك باستخدام المزيل في الاختبار. لا تجلس كل شويه تحذف اجابه، لا، البنسل لو عندك خطا امسح، ما عندك ظلل في النهايه هذه البابل تظليل كامل بحيث تكون اجابتك صحيحه. انا again in this rectangle في هذا المستطيل don't write anything، هذا متعلق بالدرجات يخص المعلم فقط. Yes, question 2. If you look at question 2, you will find here grammar and vocabulary items 6 to 10 من العناصر من 6 إلى 10 2 marks and a half درجتان ونصف. من 6 إلى 10 مطلوب منك complete each sentence with one word only، مطلوب منك أكمل الكلمة، أكمل الجملة بكلمة واحدة فقط. شغل عقلك وأعطيك الآن طريقة If you look here, this is a question. هذا سؤال متعلق last night. Yes, you studied the past simple. فكر في الأجزاء التي درستها، درست الماضي البسيط. So, كيف أبدأ السؤال في الماضي البسيط؟ ممكن طالب يقول Where did you play computer games؟ وضع لي كلمتين Where did. أنا طلبت منك كلمة واحدة. إذا this is yes no question. تكفيني كلمة did لو تتذكر. Yes, did. لأن هذا سؤال في الباست سمبل في الماضي البسيط. يس ديد وكتبت كلمه واحده اجابه سؤال خلاص انهيت. نمبر 7 هي جود 3 براذرز تتذكر درسنا هذه القاعده. ها فكر معي واتس ذا ميسنج وورد ما الكلمه الناقصه. هي ها وي ستاديد حتى في صف خامس نفس النص هاز جود وهاف جود مع هي شي ات عندي هاز جود يمتلك هي. إذا هنا الكتابة has got ولا تنسى تكتب small لأن هذه الكلمة داخل النص وليست في البداية بعكس كلمة did اللي كتبتها فوق دي capital لأن هذا بداية الجملة. أما هنا I have to write small letters because it's written مكتوبة داخل الجملة. Then do you feel today؟ تتذكر هذا السؤال المفترض حافظينه تتذكر السؤال. ها Do you feel today؟ ولو راجعت أوراق العمل اللي تم دراستها كل الأسئلة موجودة. ها ها cool. How do you feel today؟ How do you feel today؟ وكانت الإجابة I am happy, I am sad, I am or I feel happy, I feel sad. You remember؟ تتذكر هذه القاعدة؟ إذا I have to write here how ثم أكتبها تبدأ ب H capital لأنها بداية الجملة and this is a question. How do you feel؟ كيف تشعر اليوم؟ أو كيف حالك اليوم؟ هذه الترجمة. We take a tent because we could sleep at night. ها
we take a tent because we could sleep